ولعبة فاير سترايك اونلاين. اللعبة دي بيحاولوا يشبهوها كده بلعبة رينبو 6 سيج. طبعا هي ما تقارنش خالص بلعبة رينبو 6 سيج، ولكن هي نوعا ما هي افضل لعبة مقاربة ليها على الاندرويد. كلنا عارفين ان اريا اوف 2 كنا شرحنا عنها، ودي كانت افضل لعبة بتقلد لعبة رينبو 6 سيج على الموبايل، ولكن للاسف اتحذفت من على جوجل بلاي بسبب شركة بتاعت الرينبو كده. فالمهم يعني احنا جايين نتكلم النهاردة عن اللعبة دي. اللعبة دي زي ما قلت لك انها مقاربة ليها، غير كده انها اونلاين تقدر تلعب ضد ناس حقيقيه، هتستمتع بالمواجهه اللي انت هتقابلها، هتقابل ناس حرفيا صعبه مش سهلين. اللعبه دي بقى هنتكلم عن المودات بتاعتها، وهي للاسف موجود مود واحد بس، هو مود التيم ديس ماتش. والمود ده اللي تقدر تتحدى فيه اصحابك من خلال الانترنت، تدخل مع ناس زي راندوم كده من خلال الانترنت برضك. وهنا مشكله اللعبه برضك الوحيده انها للاسف اتحذفت من على جوجل بلاي، فعشان تقدر تحملها سيب لك رابط خارجي للعبه يكون موجود في الوصف ان شاء الله، تقدر تحملها وتستمتع بيها برضك. وطبعا بقى صاحبي لو عجبتك لعبه من الالعاب اللي انا اتكلمت عليها دي، يا ريت تنزل تقول لي في التعليقات تحت تقول انهي لعبه عجبتك وانهي لعبه هتحملها. ما تنساش